وبطاقات التموين. دي واحدة بقى من الشغل الشاغل دائما لكل أهالينا، وده طبيعي الحقيقة. شوف يا سيدي، الوزارة بتقول إيه؟ بتقول إن إحنا بنضيف المواليد الجدد على بطاقات التموين، وهذه الإضافة فيها مجموعة من الآليات، وبالتالي بنبقى عارفين العدد بتاع المواليد، بنبقى عارفين كمان، وده مهم ان احنا نتكلم فيه، الاسر التي تستحق هذا الدعم، عدد الافراد اللي وصلنا ليهم حتى هذه اللحظه دعما ليهم، وانا ارى دائما دعما مستحقا، الى ان يشاء الله امرا جيدا بالنسبه لنا ان احنا في يوم من الايام نلاقي انه لا احد يريد الدعم وان الناس عايشه زي الفل. خليني اخد معايا على التليفون دكتور احمد كمال المتحدث باسم وزاره التموين. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. المواليد الجدد على البطاقه نعمل ايه؟ بنأكد مع حضرتك ان في قرار صدر من معالي الوزير في شهر 12 2022، هو ساري منذ عام، وبيتكلم عن اضافة بعض الفئات للأسر الاكثر احتياجا اللي هم معاش اصحاب معاش تكافل وكرامة والتضامن الاجتماعي، وكذلك أسر الشهداء، وكذلك اصحاب كارنيه الخدمات المتكاملة. بتكون الاضافة بحد اقصى 4 افراد على البطاقة الجديدة، اذا كان فرد واحد بيضاف إليه 3، إذا كانوا 2 يضاف 2، وإذا كان 3 أفراد يضاف 1. بالنسبة للأبناء المختصين بهذه الفئات لا يقل أعمارهم عن 4 سنوات، وده كان قرار استثنائي من معالي الوزير، وتم بالتوافق مع مجلس الوزراء ولجنة العدالة الاجتماعية ووزارة التضامن الاجتماعي، إن تم حصر الأسر الأكثر احتياجا من خلال طبعا تكامل قواعد البيانات اللي بتشتغل عليها الدولة، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأيضا وزارة التموين والتجارة الداخلية. طب ده يخليني اسال دكتور، ليه احنا حاطين حد اقصى للاضافة على البطاقة الواحدة طالما انهم في نفس ذات الاسرة وهم في نفس ذات الفئة الاجتماعية والمالية وما الى ذلك؟ يعني ليه احنا حاطين حد اقصى؟ لان انا عندي القواعد اللي بشتغل بيها في استخراج البطاقات التموينية الجديدة او اضافة اي ابناء او اي مستحقين، بتكون البطاقات الحديثة حد أقصى 4 أفراد، زي مثلا برنامج تكفل وكرامة بيبقى الدعم لحد أقصى 2، لأن أنا مرتبط بموقف مالي في الموازنة العامة للدولة، يعني على سبيل المثال في التموين 4 أفراد ليهم 50 جنيه، ما زاد عن الفرد الرابع بياخد 25 جنيه، وبالتالي هنا إن إحنا بنسمح لهذه الأسرة إن هي تحصل على دعم إضافي، إن إحنا نسمح بإضافة الأبناء إذا كانوا من ال4 فئات اللي بينظمها القرار الاستثنائي، لان حضرتك عارف كل فرد بيضاف بيكلف الدوله 50 جنيه بالنسبه للتموين، وبتبقى ليه حصه ليها علاقه بالخبز او سبته 5 ارغفه في اليوم، 150 رغيف في الشهر، الرغيف الواحد على البطاقه ثمنه 5 قروش وما فيش فيه اي تغيير سعري، ولكن سعره او تكلفته الحقيقيه على الدوله بتصل الى 1 جنيه، وبالتالي هنا كل ما يضاف محتاج ليه مخصص مالي. فينقلنا نقطة أكبر، طب ليه المواليد بشكل عام لم يضافوا؟ لأن حتى هذه اللحظة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة لم يتم تخصيص يعني مبلغ مالي في موازنة الدعم لصالح إضافة الأبناء، لأننا دلوقتي الدعم وصل في التموين إلى أكثر من 127 مليار جنيه، 91 مليار للخبز، وهنا الخبز ارتفع من 50 مليار جنيه، أضفنا إليه 40 مليار جنيه نتيجة ارتفاع سعر القمح سواء المحلي أو المستورد، ومنظومة التموين حوالي 36 مليار جنيه، وبالتالي إذا كان هناك فائض أو مخصصات أخرى يعاد استخدامها في الموازنة العامة فبنسمح بإضافة هذه الفئات، وطبعا القرار ده مقتصر على ال4 فئات اللي أنا قلت لحضرتك عليهم واللي نظمهم القرار الوزاري. طيب مش أنا يعني في المنظومة أنا بشيل ناس من البطايق اللي هو المتوفين على سبيل المثال، بعمل من وقت للتاني فلترة أشوف مين غير مستحق لهذه البطاقة طبقا للشرايح بتاعة الدخل بتاعته إلى آخره، النمط المعيشي إلخ إلخ، فأنا بصفي وبفلتر، عشان كده أنا بسأل إنه في المقابل أدخل أعداد. ما هو اللي بيحصل يا أستاذ يوسف لما بطلع أي حد غير مستحق بيظهر عندي فئات أخرى بتدخل، أولا زي ما حضرتك شفت الفئات الأكثر احتياجا اللي بضيف أبنائهم، يمكن أن يتم استخراج بطاقات جديدة للفئات الأخرى اللي هي الأرامل أو المطلقات أو الأصحاب المعاشات، بيحصل فصل اجتماعي
ما بين البطاقه بيبقى في شخص مع بطاقه والده وبيتم الزواج، وبالتالي بيفصل نفسه من عند اسرته طبعًا. وبيضيف زوجته اللي هي عند طبعا والدها او والدتها، وبالتالي هنا بيبقى اضافه جديده. فضلا عن سياده الرئيس وجه العام الماضي ان احنا اضفنا 100 جنيه دعم زياده للبطاقات، وتم تنفيذها من 1/6/2022 حتى 1/9/2023، وكلفت الدوله مبلغ مالي يقدر ب 833 مليون جنيه في هذه الفتره، وكان ده دعم استثنائي. وزي ما حضرتك شفت في ازمه برضو كورونا، فاصبحت بطاقه التموين هي الآلية أو الأداة الفعالة اللي بيتم استخدامها في وصول المساعدات أو الاحتياجات للمواطنين، وطبعا مغطى بمظلة الدعم حتى هذه اللحظة ما يقرب من 62 مليون مواطن، وفي العيش حوالي 70 مليون مواطن، يعني أكثر من 70% من الشعب المصري مغطى بمنظومة الدعم. وإذا توفر أي مبلغ مالي بيعاد استخدامه مرة أخرى وبيوجه للفئات الأكثر احتياجا. عظيم جدا، بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر للدكتور أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية جمهورية مصر العربية.